اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مره ثانيه ونحن وانتم في حضره المساء، وبنتكلم عن مجموعه من الفقرات المهمه جدا. فقرتنا الثانيه لهذا اليوم حنتناقش عن منطقه جغرافيه يمكن يعني هي لها تاريخ كبير في الرياضه تحديدا، وعندها يعني فرق ولها مشاركات عديده، عندها يعني تأثير واضح ايوه تاثيرها في الساحه الرياضيه السودانيه. معانا داخل الاستوديو الاستاذ كمال الصاوي، القيادي والرياضي بمنطقة جبل أولياء. أهلا ومرحبا بك، سعيدين جدا بحضورك معنا. مرحبا بكم، وفي البداية أحب أن أشكركم على الاستضافة الجميلة، وأشكر قناة الهلال واللي شاركتنا في ختام الدورة الرياضية، وأشيد بالطفرة الكبيرة اللي بتشهدها القناة لأن لها حضور جماهيري كبير وبدأت تسحب البساط من كل القنوات. يعني شكرا لكم. شكرا لك كثير أستاذ كمال. أستاذ كمال، دايرك بس في نبذة أو ملف تعريفي عن المنطقة الجغرافية جبل أولياء. طيب، نحن أبدا لكم من نحن الآن نتحدث في إطار الدورة الرياضية للمكة خلف الله الطاهر. طيب، باستضافة أم رباح، أبدا لكم من أم رباح وأمشي لمنطقة أم ورضة ثم أمشي لمنطقة جبل أولياء. تفضل. يعني أم رباح غرية من أم ورضة تابعة لمحلية جبل أولياء، تقع على الضفة الشرقية للنيل، وهي منطقة تاريخية وتعتبر العاصمة الإدارية لمنطقة أم ورضة. كان فيها العمودية بتاعت أم ورضة، العمدة فضل الله اللي توفي سنة 1946، وكان فيها هي كانت عمودية للجعلين، فيها النحاس وفيها السيوف وفيها حتى عندنا مصحف المخطوط بخط اليد، يعني كان شاركنا به في معرض تراثي اللي كان مستنى محافظة جبل أولياء. في كان في مهرجان ثقافي على مستوى ولاية الخرطوم، ومن بعده جاء ولد العمدة الماحي، والآن العمدة فضل الله. ثم نتكلم عن منطقة جبل، منطقة أم أرضة. منطقة أم أرضة بتضم 17 قرية، يعني تبدأ من القرية بتاعت العسالة اللي كان منها المرحوم الفقيد خلف الله الطاهر، أم رباح، ود بلول، ود بدروس، أم قراقير، مسرة، الفيلاب، ود النقيدة، ود مختار، السليكاب، قبل جاي، أبو طريس، الليدية، السليمانية. وفيها مشروع زراعي كبير، مشروع أم أرضة. يعني الفقيد عمنا الوالد خلف الله الطاهر كان من أوائل الناس الأشرف على مشروع أم أرضة، ومشروع زراعي كبير في منطقة زراعية، وبرضه مشروع سندس يعني يقع في النطاق الجغرافي لمنطقة أم أرضة. طبعا منطقة جبل أولياء منطقة غنية عن التعريف، يعني هي تعتبر من أهم المناطق السياحية على مستوى السودان، فيها خزان جبل أولياء كما تعلمون، منطقة بتاعت صيد بتاع أسماك، وسنويا بيغام فيها يعني المهرجان بتاع المراكب، بيتغام فيها مهرجان لصيد الاسماك، يعني منطقه متنفس للناس يعني في الخرطوم، حتى ناس من بحري، ناس من درمان، كل الناس يعني يوم الجمعه يوم السبت علي الخزان، يعني منطقه زي ما نقول ترد الروح، هواء جميل، السمك، منطقه حيه، ممكن منطقه حيه فيها تشاركات ما بين الناس. نعم. استاذ كمال، يعني قيام الدوره في نادي أم رباح للنسخة الجديدة، يمكن نسخة اللي احنا بنتحدث عنها هسي الآن دي، حملت دلالات ومعاني كثيرة جدا، ومن ضمنها أنت ذكرت تخليد لإحدى رموز المنطقة اللي هو المك خلف الله الطاهر. كلمنا عن الدلالات والرمزية لقيام الدورة في نادي أم رباح. في البداية أديكم نبذة عن الدورة الرياضية دي بغيم رابطة أبناء أم رباح الرياضية، أن يدرج سنويا على غامة الدورة الرياضية، وبتكون كل سنة في نادي من أندية أم أرضة، يعني أم أرضة فيها 17 نادي. وهذا العام أتى تخليدا لذكرى الفقيد المك خلف الله الطاهر، ومن قيادات جبل أولياء يعني له إسهامات كبيرة في المنطقة. والدورة طبعا كل سنة بتتنقل من قرية لغرية، يعني هو الأكسب إنه الاستمرارية بتاعته، والرابط الاجتماعي أهم شيء فيها، إنه فيها ترابط اجتماعي، فيها تواصل بين الأجيال، فيها وفاء لأهل العطاء. يعني بكل سنة بتحمل عندي فقيد من فقداء المنطقة. تحمل رسالة. طيب، دارك أستاذ كمال برضو توريني اللي تميزت به، شنو الدورة دي عن اللي قبلها، يعني عن الست دورات اللي قبلها؟ الدورة دي تميزت بالحضور الجماهيري، يعني شهدت حضور جماهيري غير مسبوق، يعني لقت إشادة من كل الناس، وشهدت تغطية إعلامية كبيرة من كل وسائل الإعلام. يمكن في الختام كان قناة الهلال متواجدة بيناتنا، قناة النيل الأزرق،
الإذاعة الرياضية وتغطية من الصحف والصحيفة الوطن. وأحب أن أنتهز الفرصة وأحيي الأستاذ إدريس كسلاوي رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن، وكان معانا أول بأول، كان بينزل تغطيات. كيف قدر تنال الاهتمام والصخب الإعلامي ده كله؟ لمكانه الفقيد، يعني الفقيد كان رمز من رؤوس المنطقه، كان محبوب من كل الناس، كان اياديه بيضاء على كنا على الجميع، يعني شارك الناس الصغير قبل الكبير، الفقير قبل الغني، في الخلاوي، في المدارس، كله يعني مشارك المجتمع بمختلف فئاته والوانه. طيب اذا تكلمنا عن المكاسب اللي حققتها الدوري لنادي ورباح به محليه جبل اولي، يمكن اكبر مكسب حققته الحضور الجماهيري الكبير، يعني ام رباح كسبت حضور جماهيري زي ما قلت غير مسبوق، كسبت إشادة بمجتمع جبل أولياء بكل فئاته. وقبل كده كان مرباح كان يختاروها القرية النموذجية على مستوى محلية جبل أولياء، والآن نادي مرباح يعني أخذ نفسي التميز، بقى النادي المتميز، وفي يعني وتكونت بنية تحتية يعني للاستضافة لمهرجانات، استضافة كرمانات رياضية، تحت جبل أولياء، الفرق المهيئة لاستضافة المهرجانات الرياضية كلها. نعم. طيب دايرك برضو يعني تشوف معي الحاجة دي من زاوية تانية، واللي هي ممكن يكون مشاركة عدد من نجوم الدوري الممتاز في هذه الدورة، ممكن برضو نوع من الحاجات اللي جابت جمهور كبير للدورة؟ أي نعم، أي نعم، سؤال ممتاز ويمكن يجيب عليه نفسه. الدورة كانت مفتوحة، صحيح، مكنت الفرق استجلبوا لعيبة من مختلفة، في لعيبة حي الوادي نيالة، في الرابطة كوستي، العمل العطبرة، فريق طوتي، ونجوم الخرطوم كانوا مشاركين. والآن زي ما عارفين إن في فترة بتاعت التسجيلات حتى شهدت حضور مدربين وكشفين، كان معنا الكوتشي محسن سيد، الدالة، جعفر الرهد، احمد السيد، يعني شهدت مجموعه كبيره من عايزك بس تحكي لي انعكاس النجوم لما وصلتهم الدعوه للمشاركه في هذه الفعاليه، كيف كان يعني تقبلهم للدعوه، وهل لقوا يعني انتم لقيتوا منهم عارفين عن الدوره قبل كده الست دورات اللي فاتت، ولا دي كانت اول؟ اي نعم، هو كان زي ما وريتك انه دي الدوره السابعه، وكان اخذ السمعه طيبه، والدوره هذه يعني تميزت من اول يوم، كان يعني من اعلام التلفزيون، في الاذاعه، في الصحف، يعني اخذت بعد حتى خارج، ما ابالغ اقول ان حتى خارج السودان الناس بقوا متابعينها يوميا، بتنزل لها اخبار، يعني كان رحبوا كل النجوم وكانوا سعيدين بالجاية، ونحن تشرفنا انه بيوم حضورهم وتشرفنا بمشاركتهم، يعني لهم كل التحيه والشكر والتقدير. طيب استاذ كمال، هل سعت اللجنه المنظمه لانه يكون عندها اهداف وجوانب اخرى غير الدوره الرياضيه في المنطقه، يعني مثلا تحسين اوضاع او حتى انشاء مثل هذه الدورات لتحسين الوضع يعني مثل هذه الغرة، ونحن عارفين يعني حالة هذه الغرة ممكن تكون شوية ناقصة خدمات أخرى. نعم نعم، يعني سؤالك جميل وفي محل، نحن الهدف ما الأساسي ما التنافس الرياضي، يعني حتى في المنطقة بتاعت مرضى في 14 نادي مسجل في الاتحاد المحلي جبل أولي بمختلف درجاته، لكن نحن بنزع للتنمية الاجتماعية، للتواصل الاجتماعي، لترابط الأجيال، لنطرح مشاريع يعني للشباب، نربطهم بالناس اللي قدموا للمنطقه، وكل مره بيكون في مبادره لمشروع، بيكون في دعم عيني بيتقدم للاسر، بيكون في دعم مادي. استاذ كمال، كاميرا قناه الهلال كانت حاضره في هذه الفعاليه، حنطلع فقره مشاهدينا الكرام ونرجع تاني. والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحيه اولا لقناه الهلال الفضائيه، هذه القناه الفتيه التي ظلت تسابق الأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية حيث ما كانت، وهي اليوم في رحاب قرية أم رباح. هذه القرية التي تعد واحدة من القرى النموذجية على مستوى، التي اختيرت من ضمن 7 قرى في ولاية الخرطوم، وكذلك على مستوى محلية جبل أولياء قرية أم رباح. طبعا من حيث الاسم يمكن يكون الاسم كما تواتر من بعض الروايات انه مشتق من كلمه ربح، اللي هي ام رباح، وربح من زار ام رباح. وجزء ثاني او الروايه الثانيه تقول ام رباح كاسم جاء من ابن، وهي لها ابن يدعى رباح، لذلك سميت ام رباح. وانا دائما ميال للروايه الاولى، إنها هي مكان
للربح ومكان إن شاء الله كل من أتى أم رباح ربح. قرية أم رباح طبعا قرية وكبيرة تتعدد فيها الأعراق وتعدد فيها الثقافات وتعدد فيها السحنات القبلية، أصبحت قرية كمدينة وبها عدد من البنيات التحتية. من حيث الموقع هي طبعا تقع في الجزء القربي من النيل الأبيض وتبعد حوالي 30 كيلو متر من خرطوم العاصمة وحوالي 10 كيلو من منطقة جبل أوليا الرسيب، تبعد كذلك من خط جبل أوليا شارع الجبل الرئيسي بنحو 1.5 أو كيلو أو 1.5 كيلو من شارع الزلط أو شارع الأسفلت الرئيسي الخرطوم جبل أوليا. عدد السكان يتراوح ما بين 4000 إلى 4000 شوية نسمة، بها عدد من المدارس من مرحلة الأساس، مدرسة للبنين ومدرسة للبنات، وكذلك روضة حكومية، وكذلك نادي رياضي، وكذلك مركز لتنمية قدرات المرأة والطفل، به عدد من الأنشطة منها مشقل وكذلك صناعة المعجنات والحلويات. و هذه هي قرية أم رباح طبعا من حيث التركيبة السكانية، وكذلك توجد بها عدد 4 مساجد وبها كذلك منارة الشيخ فتاي لتحفيظ القرآن الكريم، وكذلك هناك فريق أم رباح الرياضي وهو مسجل ضمن أندية الدرجة الثالثة بمحلية أو باتحاد المحلي لكرة القدم جبل أولياء. وهي من حيث البنية التحتية ممكن قد تكون وصلت مرحلة لا نقول الكمال ولكن مرحلة متقدمة جدا من حيث البنية التحتية. ومن هنا أنا أود أن أشيد بكافة أبناء أم رباح خاصة المغتربين وكذلك شباب أم رباح وكذلك جمعية التواصل الخيرية النسوية على ما قدموه من دور وجهد في تنمية هذه القرية. وقد شهدت هذه الدورة الرياضية يمكن إشادة كبيرة بها بالبنية التحتية من حيث الإعلام، من حيث كل الخدمات اللي وجدت من خلال دورة المخ لفله الرياضية التي استضافها نادي أم رباح. كذلك نكرر تحيانا لقناة الهلال الفضائية والفريق العامل كله، والتحية لكم جميعا وشكركم على هذه الزيارة. واصلين معكم مجددا، وأكيد برحب بضيفنا داخل الاستوديو مرة ثانية الأستاذ كمال الصاوي القيادي بمنطقة جبل أوليا ورئيس اللجنة المنظمة للدورة الرياضية بمنطقة جبل أوليا والغور المجاورة، برحب بك. ويمكن تكلمنا عن الإنجازات اللي قامت بها الدورة في المنطقة من إحياء والتواصل الاجتماعي والترابط اللي أنت ذكرته، لكن عايزين نعرف إنه يعني هنالك مبادرة من اللجان المنظمة لمثل هذه الاحتفائيات، منها توسعة الطريق الرابط بين جبل أوليا والخرطوم، صحيح؟ نعم. كلمني عن المبادرة دي ونشوف تفاصيلها شنو. نعم، الشارع الموت زي ما بسموه أهل جبل أوليا، لأنه ما بتلقى أي قرية في جبل أوليا إلا فجعت بحادث سير للشارع. والمبادرات دي بدت من قبل سنة 2014 وتكونت في وسائل التواصل الاجتماعي وفي حادث دايرين شارع، لكن محلك سير زي ما يقولوا ما لقينا أي استجابة، الناس صوتها بحة ما في استجابة. والآن يعني من خلال الدورة دي طلعت مبادرة من رابطة أم أرضى بالتعاون مع مصرفي أم أرضى، بالتعاون مع أهل أم أرضى كلهم، مبادرة لصيانة الشارع وتوسعة الشارع، لأن شارع رابط مناطق السودان. والآن بدأت الاتصالات يعني مع المحلية جبل أوليا مع وزارة الشؤون، ويعني مرتبين إنه نقابل وزير البنية التحتية، نقابل مسؤولين الطرق والجسور، لأنه الموضوع ما بيتحمل أكثر من كده. ونحن كشباب يعني نضم صوتنا للمبادرات اللي كانت قامت قبل كده، يعني دارين نبدا من حيث وانتهى الاخرون، يعني نجلس مع الشباب، كل شباب جبل أوليا وكل اهلنا في جبل أوليا، ونحاول ننطلق من الشيء اللي بدوا منه. ونحن كشباب مستعدين انه نجمع تبرعات، نستضيف الايتام اللي بتجي،
إعاشتهم، ترحيلهم، يعني كل المعينات اللي في مقدور إنه نقدمها، لكن طبعا الطريق زي ما عارفين إنه عايز ميزانية، عايز ميزانية. لكن يا أستاذ كمال يعني مهم جدا لأنه بجد الطريق ضيق شديد، وهو شريان الجنوب يعني هو الطريق الوحيد يعني يمكن بمر جنوبا بالنيل الأبيض بالجنوب يعني بالجنوب السودان. نعم. فمهم جدا انه الناس المعنيين بالامر يلتفتوا للنقطه دي، لانه الطريق ده يعني مش بس معني بمنطقه جبل الاولياء، لا ده رابط الوسط بالجنوب، فمهم جدا يعني النقطه دي. نعم، ونحن دايرين انكم تسجلوا لنا زياره ميدانيه يعني نعرض الصور ونعرض الحوادث اللي حصلت، يعني حوادث مميته يعني يعني حاجه فظيعه اللي سيل كان حاصل. واحده من الحاجات استاذ كمال اللي بتلمسها دائما الرياضه، دخول الرياضه في يعني في مصالح الشعب دائما، يعني انت الان دمجت ما بين موقعك او منصبك في هذه المؤسسه اللي بتختص بالمناشط الرياضيه، ودمجتوها في انكم تصلحوا حال البلد او حال الشعب، كيف بتشوف الحاجه دي وتعليقك عليها؟ والله الرياضه المفروض تكون الرياضه الشامله، يعني نحن عندنا التواصل الاجتماعي، الترابط الاجتماعي، الخدمات شيء اساسي. صحيح. ومن باب الرياضه باب واسع، يعني من كل الناس مهتمين بالرياضة. صحيح. بتلقى دعم من خلال الرياضة، بتلقى اهتمام غالبا الرياضة. ثقافة السودانيين هي مؤخرا سمح بيقوا ربطهم بالرياضة وحب السودانيين للرياضة. للرياضة وبعدين الرياضة بتجمع الناس. صحيح. ولما الناس تجتمع بعدك بتوعى لمشاكلها وبتوعى للقضايا. أستاذ كمال احنا سعيدين جدا بوجودك معنا داخل الاستوديو، وتحديدا يعني لتسليط الضوء لقضايا مهمة تهم منطقة جبل أولياء والقرى المجاورة ليها. نشكرك جزيل الشكر. شكرا لك ونسعد بالاستضافة. شكرا لك استاذ كمال. مشاهدينا الكرام ما زلنا مواصلين معاكم في مشوارنا الليلة في حضرة المساء، حنطلع فاصل ونرجع.